اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الاهلي بيستعد لمباراه الغد، مباراه مهمه جدا مع الجونه هناك في الجونه، مباراه كمان صعبه قوي. فالنهارده الاهلي في اليوم الثاني على التوالي بيستأنف او بيواصل تدريباته استعدادا لهذه المباراه. عايزين نطمن بشكل اكبر على هذه الاستعدادات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه، ودي لقطات من مران النهارده اللي انتهى بشكل رسمي من حوالي نص ساعة قبل دلوقتي. فنروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي عشان نطمن من خلاله على آخر الأخبار اللي بتخص الفرقة. يا كريم أهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بيك يا كريم، منورنا. عايزين نطمن من خلالك على كل الجديد وكل الأخبار اللي بتخص النادي الأهلي قبل مباراته الهامة غدا أمام الجونة بإذن الله تعالى. في ظل التلحم الكبير كالعادة طبعا زميلي أمير وضغط المباريات الكبير جدا والتدريبات، بيستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم، وهو التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي قبل المواجهة غدا إن شاء الله بمشيئة الله أمام الجونة. مباراة صعبة ومباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي، لكن الحقيقة النهاردة يمكن شفنا تدريب فريق النادي الأهلي بداية طبعا من المحاضرة الفنية لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، اللي أكد طبعا على عناصر عديدة جدا، يمكن أكثر من مرة أكد على أهمية المباراة. لابد نكون مركزين بشكل كبير جدا، النتيجة طبعا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مع الجهد الكبير اللي بيبذله فريقنا النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنامل وبنتمنى فريقنا كالعاده ان شاء الله يكون في قمه تركيزه. شفنا المباراه الاخيره الحقيقه امام فريق النادي المصري، مباراه كانت قويه جدا اداء ونتيجه، وكان حماس كبير لفريق النادي الاهلي. خلاص يعني نقدر نقول المرحله بتنتهي تدريجيا مع الدوري العام، لكن نصحح الاخطاء، نشوف الاخطاء اللي يمكن الفتره اللي فاتت مشينا فيها ازاي. بيتسو موسيماني الحقيقه شغال على هذا الامر فيها تدريبات، لكن يمكن هو معذور مع الجهاز الفني لان الضغط كبير. انت بتعمل ريكفري زميلي امير، تدريب يوم ثم بعد كده بتطلع السويس، بترجع تاني تلعب طلائع الجيش طبعا في السويس، ثم بترجع لي مباراه المصري في الاسكندريه، ثم هتطلع كمان النهارده الى الجونه. ضغط كبير جدا لفريق النادي الاهلي واللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله بنعمل لاعبتنا كالعاده تكون في قمه تركيزها. ويمكن كمان يمكن احد الاخبار طبعا اللي عايز اطمنك من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلالك يا امير، طبعا عدد من اللاعبين على راسهم محمد شريف الحقيقه اللي بيؤكد جاهزيته وعودته من جديد لصفوف فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يكون متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي. لسه القائمه لسه ما ظهرتش طبعا زميلي امير، لكن محمد شريف متواجد مرتدي طبعا الطاقم الخاص بفريق النادي الاهلي على ان يتوجه معهم الى الجونه. لكن هي النقطه طبعا الاهم طبعا هي عوده اجاي، لكن مش بشكل كامل. يعني اجاي النهارده شارك في تدريب الكره في المربعات وجزء بسيط من التدريبات، لكن خارج قائمه مباراه اليوم. بينضم له كمان حمدي فتحي اللي يمكن بنقول له الف سلام عليك يا حمدي، الفتره اللي جايه ان شاء الله يعود من جديد مع فريق النادي الاهلي، ماشي في التاهيل وماشي في التدريبات، لكن حفاظا عليه طبعا مع الرؤيه الخاصه بالجهاز الطبي برئاسه طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله. النهارده حمدي فتحي هيكون خارج قائمه مباراه الغد بالنسبه لفريق النادي الاهلي، فيمكن كده يكون حمدي فتحي وجوني راجيه هم ابرز الغيابات، بجانب طاهر محمد طاهر الحاصل على ثلاث انذارات اللي هيغيب ايضا كمان عن مباراه الغد. الامور طيبه الحمد لله زميلي امير لفريق النادي الاهلي بالنسبه للتدريبات، لحظات بسيطه ويتوجه الفريق الى مطار القاهره استعدادا طبعا لاستقلال الطائره الخاصه اللي هتتجه الى الجونه، على ان يصل فريق النادي الاهلي في تمام الساعه 8 مساء او 8 والربع، ومنها ان شاء الله الدخول في معسكر مغلق في فندق الاقامه القريب جدا من استاد الجونه. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في مباراه الغد، المباراه القويه والحساسه والحاسمه لفريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام. طيب عايز اطمن برضو يا كريم على وليد سليمان ومتولي وامكانيه ضمهم لقائمه الفريق في مباراه الغد. متولي ووليد سليمان بيشاركوا في التدريبات بكل جديه الحقيقه، وعايز اكد كمان على وليد سليمان اللي بيعلن جاهزيته تماما لخوض التدريبات الجماعيه بكل قوه. الحقيقه وليد سليمان واحد من العناصر المهمه جدا، روحه واصراره وعزيمته وشخصيته وحديثه وخبرته الكبيره مع فريق النادي الاهلي سواء متواجد في القائمه او على دكه البدلاء بتكون اضافه كبيره جدا مع كل اللاعبين الكبار الشناوي ايمن اشرف سعد سمير الكل الحقيقه عمرو السولي علي معلول كل اللعيبه الحمد لله. يمكن الفتره اللي فاتت كان مجهودها كبير ودورها كبير جدا مع فريق النادي الاهلي، لكن هي الظروف وهو الضغط وهي المرحله الاستثنائيه الحقيقه اللي بيمر بيها النادي الاهلي من ضغط مباريات عديد، اللعيبه دي لازم تريح الفتره اللي جايه. يمكن طبعا عارفين ان نهايه الدوري هيكون 27، من خلال طبعا اخبارنا ممكن النادي الاهلي يدي 5 أيام أو 4 أيام اجازه، ومنها مباشره يبدا التلاحم الثاني للموسم الجديد، ومنها لكاس السوبر ومنها البطوله الافريقيه. فالحقيقه بنلتمس كل العذر لفريق النادي الاهلي وجهازه الفني خلال المرحله الماضيه، وبنعمل يكون في التقاط انفاس بسيط جدا لان المرحله اللي جايه هتكون اصعب يا امير. انت عارف انهينا عدد كبير جدا من
البطولات، عندنا سوبر محلي سوبر افريقيا ومشاركه في كاس العالم للانديه، فمحتاجه ريكفري كبير جدا واعاده رغبه كبيره جدا وخلق دوافع كبيره، لكن ثقتنا كبيره في اللعيبه في الجهاز الفني في الكابتن سعيد عبد الحفيظ كمان، اللي يمكن الناس قالت لك كابتن سعيد عبد الحفيظ دي جزئيه مهمه جدا، انا كنت عايز اسالك عليها، امر صعب جدا الحقيقه امير. دي جزئيه مهمه عايز اسالك عليها واختم معاك بيها، لان يعني في بعض الاقاويل اللي طلعت على مدار الساعات السابقه بخصوص كابتن سعيد عبد الحفيظ وان هو موجود مش موجود، كلام كتير جدا جدا، يعني ايه تعليقك على الجزئيه دي بما انك قريب جدا من الفرقه ودايما متواجد معاهم، هل الكلام ده ممكن يكون صحيح ولا لا؟ هي مرحلة الحقيقة بنشوف فيها حاجات غريبة جدا زميلي أمير الحقيقة، يعني مرحلة وأخبار والناس بتتناول الأخبار بشكل غير طبيعي مع فريق النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ من أنجح وإن لم يكن أنجح مدير كرة في النادي الأهلي في هذه المرحلة أو في المرحلة الأخيرة، قيادة وأسلوب وشخصية وحماس، ويمكن مركز معلومات الكابتن سيد عبد الحفيظ تكلمه عن أي حاجة يرد عليك بالخبر وبالساعة وباليوم وبالتاريخ، لعيبة النادي الأهلي بتحب الكابتن سيد عبد الحفيظ، الجهاز الفني، الأعضاء، مجلس الإدارة، كابتن سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة جدا 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 داخل النادي الأهلي بقيمته الكبيرة، كابتن سيد عبد الحفيظ متواجد داخل النادي الأهلي ومش محتاج أمير الحقيقة إن احنا ننفي أو نأكد هذا الأمر تحديدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن بنضطر إن احنا نتكلم على هذا الأمر لان يمكن زي ما بنقول الموج عالي شويه والهجوم عالي شويه على النادي الاهلي، لكن هو ده اللي احنا عارفينه، في كل نهايه موسم بتلاقي اخبار بتتداول طبعا لضرب للنادي الاهلي ومزعزعه استقراره بشكل كبير، لكن يبقى ويظل النادي الاهلي بقيمته الكبيره، نادي القرن، بطل الدوري، بطل الكاس، بطل السوبر، بطل افريقيا، ثالث عالم الانديه، بطل افريقيا كمان مره، فان شاء الله باذن الله بنعمل الفتره اللي جايه باذن الله الجهاز الفني مع لعيبه النادي الاهلي الكل كالعاده يكون على قلب الرجل الواحد، والثلاث بطولات ان شاء الله القادمين تكون في دول بطولات النادي الاهلي زميلي باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، وكان معانا على الهواء مباشره نطمنا على الفرقه، وفي الحقيقه اخبار كتير جدا بتطلع وبتحاول تظهر الصوره لجمهور النادي الاهلي ان في مشاكل في النادي وان في لازم تغييرات تحصل وكلام من ده، لمجرد ان الاهلي اقترب من ان هو يخسر مثلا الدوري مثلا، رغم ان الاهلي فاز ببطولات تانية قد كده يعني في كل المسابقات يعني، ففي كل الاحوال احنا متعودين على الكلام ده في النادي الاهلي.